وحولوا ثورة. أصبحت مأرب شبيهة بعاصمة عسكرية للشرعية وملاذا أخيرا لليمنيين، أو هكذا تبدو. خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي استراحت قليلا من الحرب، كشفت بهذه الصورة الفريدة عن ملامح عززت من منسوب الأمل لدى كثيرين، وهي تعود رويدا رويدا إلى الواجهة بعد عقود من التهميش. تطورات تنموية واقتصادية وأمنية شهدتها المدينة، غير أن اهتمامات السلطة هنا ظهرت جليا في المجال الأمني، خصوصا في العام 2017 حيث تخرجت عشرات الدفع الأمنية بعد أن تلقت تدريبات نوعية إذا ما قورنت بوحدات عسكرية في الجيش. وربما رأت السلطة هنا أن الأمن هو الركيزة الأهم لخلق بيئة آمنة توفر مناخا استثماريا في مقدمة كل شيء. استطاعت أجهزة الأمن أن تضبط الوضع، أيضا السلطة المحلية وفرت خدمات كبيرة للمستثمرين. هناك يعني فتحت كثير من يعني الاستثمارات، وأيضا يعني كثير من أصحاب الأعمال وجدوا أن مأرب أصبحت البيئة الآمنة لاستثمارات وتجارات. حافظت مأرب أثبتت مرونتها وقابليتها لتعايش جميع فئات المجتمع اليمني فيها، استقبلت جميع النازحين من جميع المحافظات، وفرت الخدمات ولو بحدها الأدنى. نأمل فقط في العام القادم أن نتوقف عن المقارنة بالأسوأ كي نقول كم أننا جيدون. تسابق مأرب نفسها محققة نجاحات نسبية في ظل اهتمامات من قبل الشرعية، على عكس سنوات التهميش التي خلت، وهو ما يستوجب طرح تساؤلات هي أقرب للمكاشفة عما تحقق في مجالات كثيرة قابت فيها الرؤية الاستراتيجية لمستقبل المحافظة، فضلا عن مكاتبها الخدمية التي تعمل بشكل متواضع وكوادرها الإدارية التي ينقصها كثير من التأهيل. وقبل ذلك كله، مدى جدوى المعالجات المؤقتة لملفات التعليم والصحة والكهرباء، فبعض المراقبين يرون أن هذه المكاتب الخدمية عجزت عن تحقيق ما يحتاجه المواطن اليوم. محافظة مأرب أخذت على عاتقها أن تعمل، ولا زالت الخطة هناك في تقديم. قد نكون فعلا لم نصل إلى الحد الأقصى، لكن يجب أن يعرف القاصي والداني أنه لا زال اليمن اليوم في ظل حرب. عندما نقول أنه هناك إخفاق، هو للأسف الشديد مجحف، ولكن لو ننظر كيف كانت مأرب قبل الأحداث واليوم في ظل الأحداث، هناك يد تدافع عن المحافظة وهناك يد أخرى تحاول أن تعمل التنمية، والتنمية جارية. بالنظر إلى ما تحظى به المحافظة من اهتمام إعلامي دفع الخارج والداخل في آن لمتابعتها كونها غدت محطة مهمة في المنعطف التاريخي للبلاد، ومن الضروري العمل على إيجاد حلول جذرية لمحدودية التعليم وخلق بنية تحتية مناسبة للتنمية والصحة والاستثمار. تبدو المحافظة اليوم على عتبة عام جديد يأمل الناس فيه أن تحقق نجاحات إضافية تناسب الواقع والطموح المرجو. من كسر الانقلاب وتحرير أغلب مديريات المحافظة، مرورا باستيعاب مئات الآلاف من النازحين، وحتى وضع حد للانفلات الأمني، استطاعت مأرب تصدير نفسها بصورة مغايرة لما كان يروج سابقا، فيما صار اليمنيون ينتظرون مزيدا من التقدم في العام الجديد. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.